من أعطاهم الحق أن يعذبوا بنتي ويعتدوا عليها؟ أي قانون يسمح التستر على الجريمة وعلى المعتدين في العالم كله؟ احموا أطفالكم. السر في عدم فتح تحقيق. لدينا الأدلة الكافية يوم الحادث، تصوير كامل لبنتي وقت الحادث، يوم ما صار الحادث بعد ساعة بالضبط، الطب الجنائي وصل بعد 7 ساعات ونصف. هل ده كان متعمد؟ هذا الشيء اللي صار على بنتي اليوم راح يصير على أولادكم بكرة، وما راح أقدر أوصف لكم شو الشعور اللي أنا بحس فيه.